أهلا بكم من جديد مشاهدينا. وسط حالة التأهب التي عمت العالم بحثا عن مصدر الصاروخ الذي استهدف الأراضي البولندية أمس موقعا قتيلين، دخل تصريح أمريكي ليبرد التوتر الدولي الذي استعر ضد روسيا خلال الساعات الماضية، إذ أكد مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى اليوم أن النتائج الأولية تشير إلى أن الصاروخ أطلقته القوات الأوكرانية، كما أضافوا أن الأوكران عمدوا على ما يبدو إلى إطلاق الصاروخ من أجل صد صاروخ روسي قادم فوق الأجواء الأوكرانية، إلا أنه حط في بولندا بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس. وكانت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو، طالبت الحلفة بعقد مناقشات حول هذا الأمر، وطالبت أيضا النظر فيما إذا كانت ستحتاج إلى تفعيل المادة 4 من ميثاق حلف شمال الأطلسي الناتو، والتي تدعو إلى إجراء مشاورات طارئة في حالة تهديد إحدى الدول الأعضاء. كما تم الحديث عن المادة 5 أيضا، والتي تنص على أن أي هجوم على طرف في الحلف يعتبر هجوما على جميع أعضاء الحلف. ووسط هذه التحديات العالمية تختتم اليوم أعمال قمة مجموعة 20 في جزيرة بالي الإندونيسية، والتي انطلقت أمس تحت شعار التعافي معا، التعافي بشكل أقوى، بمشاركة قادة وزعماء الدول الأعضاء. ووفق محللين فأن قمة 20 هذا العام كانت الأصعب، حيث تأتي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين وأزمة إمدادات الغاز والنفط في ظل العقوبات على روسيا، وهيمن الملف الاقتصادي على جدول أعمال القمة، هذا إلى جانب ملفات أخرى مثل التعافي الاقتصادي والتعاون الدولي والتحول الرقمي وأزمة المناخ. وأعلنت مجموعة 20 في البيان الختامي لقمتها أن غالبية الدول الأعضاء فيها تدين بحزم الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن هذا النزاع يقوض الاقتصاد العالمي. وأكد أكبر 20 اقتصادا في العالم في البيان المشترك أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الاتصال المرئي من جنيف ناصر زهير، كاتب وصحفي ورئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات. يسعد صباحك سيد ناصر. إذن بداية نتحدث عن التطورات بعد سقوط صاروخ يقال أنه أوكراني على الأراضي البولندية، كيف سيتطور الوضع برأيك؟ نعم، صباح الخير، تحياتي لكم وللمشاهدين. يعني الآن هناك دفع نحو خفض التصعيد نوعا ما، امتصاص حالة الصدمة وحالة الغليان في دول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو، وأيضا معرفة مصدر الصاروخ. بحسب المعلومات الأولية وبعض التصريحات الأمريكية بأنه صاروخ أوكراني، وهذا ما يعتبر نزع لفتيل الأزمة، لأنه إذا كان مصدر الصاروخ من روسيا هذا سيستدعي تحرك من قبل الناتو. أدت تصريحات الكرملين بالأمس التي قالت بأن روسيا لم تطلق أي صواريخ تجاه بولندا، مما يعني نوعا ما أيضا جانب من خفض التصعيد من قبل روسيا، وبأنها لا تريد أن تدخل في صراع مع الناتو أو مع بولندا، لأن دائما كان هناك تخوف طوال الأشهر الماضية من أن تقوم روسيا باستهداف بعض مراكز التدريب في بولندا أو مخازن الأسلحة الموجودة على الحدود. ولذلك الآن يمكن أن نقول بأننا ابتعدنا عن خطر نزاع عسكري بين روسيا والناتو، ولكن أيضا في الساعات القادمة أو في الأيام القادمة ربما يكون هناك آلية أخرى لتحديد مسار أو دفع أكبر للتفاوض ووقف القتال، لأننا في الأمس كنا على شفير نزاع دولي، أو دعينا نقول نزاع يقرب العالم من حرب عالمية ثالثة وتمت السيطرة عليه. ومن أجل عدم تكرار هذه المسألة مرة أخرى، أعتقد بأن الجميع سيذهب الآن أو سيدفع نحو التفاوض بشكل أو بآخر. نعم، دار أيضا بالأمس حديث حول تفعيل المادتين 4 و5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي الناتو، هل تتوقع حصول عمل عسكري؟ من المستبعد هذا الأمر الآن، لأن الناتو حذر جدا من الدخول
في صراع عسكري مع روسيا، يعني بمعنى أي رد عسكري أو أي صراع عسكري حسب ما قال الرئيس الأمريكي في بداية الحرب، عندما يبدأ الجنود الروس والأمريكيين أو الروس والغربيين بإطلاق النار على بعضهم البعض، فإننا دخلنا في الحرب العالمية الثالثة التي ستكون حرب نووية، ولذلك الجميع حذر في هذا الإطار. أنا لا أتوقع أن يكون هناك أي عمل عسكري إلا إذا كان هناك تطورات في الفترة القادمة ورأينا هجمات مقصودة على أراضي الناتو، عندها سيكون الناتو مضطر للرد. ولكن إلى حد هذه اللحظة خطر اندلاع عمل عسكري لا زال مستبعد. ربما يكون هناك تعزيز أكبر للدفاعات العسكرية للناتو على الحدود مع روسيا وأوكرانيا، ربما يكون هناك تحرك آخر للناتو أيضا، وأيضا حالة من إعادة رسم الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا كما حدث في بداية الحرب. لأنه في بداية الحرب بعد انسحاب روسيا من كييف كان هناك اتفاق ما في الكواليس بأن روسيا لن تستهدف كييف بشكل مباشر، تم دعنا نقول التخلي عن هذا الاتفاق في الكواليس في الأيام الماضية بسبب حالة الانسحاب من خيرسون والضغط الروسي على كييف من أجل الذهاب إلى المفاوضات. ولذلك الأمر سيكون دقيق بالنسبة لدول الناتو. أيضا يجب على الناتو أن يستعرض قوته فيما يتعلق به إذا ما تعرضت إحدى دوله لاعتداء. إلى حد هذه اللحظة الصاروخ ليس روسي، وبالتالي لن يتطلب هذه الحالة من الاستعراض والرد من الناتو. نعم، طيب في سياق آخر، تصدرت المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي وكذلك التوترات الجيوسياسية بشأن أزمة أوكرانيا طبعا مباحثات قادة قمة العشرين. لو تحدثنا عن أهم ما تم التوصل إليه في هذا الشأن. يعني إلى حد هذه اللحظة لا يمكن بأن نقول بأن هناك تقدم كبير في المحادثات بين قادة مجموعة الدول العشرين. ربما التركيز على اللقاءات الثنائية أكثر بكثير من اللقاءات كقمة بشكل كامل، لأن قادة مجموعة العشرين لديهم حالة من الانقسام فيما يتعلق في الموقف أولا من حرب أوكرانيا، ثانيا طريقة التعاطي مع الاقتصاد العالمي. ولكن إذا ركزنا على سبيل المثال على اللقاءات الدولية فيما يتعلق في لقاء الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، وهذا ما حاول أو أعطى مؤشر نوعا ما على أننا سنكون بعيدين عن توترات جيوسياسية في تايوان وبحر الصين، ونتجنب نزاع سياسي وأيضا اقتصادي يشبه نزاع أوكرانيا بشكل أو بآخر، تم إعادة رسم الخطوط الحمراء في هذا الإطار. أيضا دول مجموعة العشرين سنرى البيان الختامي الآن اليوم ماذا سيكون. أعتقد بأنهم حققوا تقدم نوعا ما في أمرين. الأمر الأول هو المساعدات الاقتصادية أو الجهود الاقتصادية التي يجب أن تكون للدول النامية أو الاقتصادات الضعيفة لمواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، الدفع لتجديد اتفاق الحبوب بعد 19 نوفمبر، وهذا مهم جدا أيضا لتجنب أزمة غذاء عالمية، وأيضا محاولة أن يكون هناك تنسيق بالحد الأدنى على الأقل حتى نتجنب ركود اقتصادي عالمي، لأن بحسب صندوق النقد الدولي نحن قريبين جدا من نسبة النمو بين 0.8 أو 9 التي تقول بأننا دخلنا في حالة الركود الاقتصادي. أكثر من ذلك لا يمكن التعويل على قمة العشرين الآن، لأنه على ما يبدو حالة الانقسام وغياب بوتين وموقف الصين، بالإضافة إلى أيضا موقف الدول التي لا تريد أن يكون هناك حالة من الصراع داخل مجموعة العشرين، لا زال هو السائد في هذه المحادثات. نعم سيد ناصر، وزراء الصحة والمالية بمجموعة العشرين دشنوا صندوق بقيمة 1,400,000,000 دولار للتعامل مع أي وباء عالمي جديد قد يتفشى مستقبلا، وسيتولى البنك الدولي إدارة هذا الصندوق. برأيك ما الأهمية التي تراها لهذا الصندوق وإنشاؤه؟ يعني الأهمية الكبرى تكمن في أننا بدأنا في استراتيجية تعاون دولي لمواجهة الأوبئة التي على ما يبدو بأنها ستكون سمة القرن 21، لأن في 20 عام الماضية واجهنا 4 أو 5 أوبئة ما يتعلق بإنفلونزا الطيور، الخنازير، سارس، ثم كورونا. ولذلك الآن بدأ هذا الصندوق، وإن كان المبلغ متواضع نظرا لي الضرورات الاقتصادية لمواجهة أي وباء عالمي، لأن الأرقام تقول بأننا بحاجة إلى 31 مليار دولار إذا ما كنا سنواجه حالة مثل كورونا أو تشبه كورونا. ولكن على الأقل مجموعة العشرين بدأت تتحرك بمسؤولية تجاه الاقتصاد العالمي بدلا من حالة التنافس التي رأيناها في بداية جائحة كورونا. بداية هذا الصندوق وتشكيله، ثم إذا كنا أو دخلنا في أي أزمة وباء تشبه وباء كورونا، يمكن أن يكون هناك حالة أكثر أو دفع أكثر من الدول أو الاقتصادات دول العشرين من أجل
مواجهة عالمية، يعني بمعنى أن درس كورونا تعلمت منه الاقتصادات الكبرى، ولكن الأهم أن يكون هناك تفعيل في منظمات الأمم المتحدة، بمعنى منظمة الصحة العالمية التي تحصل على تمويل كبير يجب أيضا أن يتغير دورها من جهة تعطي فقط معلومات إلى جهة تتولى البحث وتتولى إدارة الأزمات الصحية العالمية، بالإضافة إلى أيضا بناء استراتيجيات أزمات صحية تواجه العالم. ويمكن أن يكون هذا التحرك ليس فقط من مجموعة العشرين، بل أيضا من المنظومة الدولية بشكل كامل ومتكامل. نعم، إذن السيد ناصر زهير، كاتب وصحفي ورئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات، شكرا جزيلا لك.